تحياتي ليك يا محمد، وتحياتي لضيوفك، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. خلاص ساعات قليلة وتنطلق مباراة مهمة جدا، وهي مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك، وتظل أكيد هي مباراة القمة، قمة الكرة المصرية، بغض النظر عن الظروف، أي ظروف بيمر فيها أي فريق من الفرقتين قبل هذه المباراة. لكن خليني بالتحديد أكلمك عن الأجواء هنا في مقر إقامة النادي الأهلي قبل هذه المباراة، واللي هتقام في تمام الساعة 7 مساء باستاد القاهرة الدولي، واللي بيعود لمباريات القمة بعد بالتحديد 3 سنين ونصف. بالنسبة مباراة الأهلي والزمالك، كان آخر مباراة ما بين الأهلي والزمالك في عام 2014. لكن بالتحديد الكواليس والأجواء هنا، خلاص كل اللاعبين مستعدين بشكل كبير جدا للمشاركة في هذه المباراة، والأداء مباراة قوية، خصوصا إن احنا عارفين كابتن حسام البدري اختار 23 لاعب هم المتواجدين في المعسكر الخاص بهذه المباراة، وهم اللي هيصطحبهم لأرض الملعب طبعا استاد القاهرة الدولي. كل اللاعبين بحالة فنية، بحالة بدنية، بحالة طبية، بحالة ذهنية جيدة جدا قبل هذه المباراة، خصوصا ان مباريات القمة دايما بيبقى ليها حسابات وامور خاصة تتعلق بكل جهاز فني، سواء فريق الاهلي او الزمالك. لكن بالتحديد خلينا نتكلم عن فريق النادي الاهلي النهاردة والاجواء بالنسبة للفريق هنا في الاوتيل. يمكن خليني اقول لك يا محمد ان كان ميعاد الفطار النهاردة الساعة 9:30 صباحا لفريق النادي الاهلي والجهاز الفني، منذ حوالي نصف ساعة بالتحديد كان بداية ميعاد الغداء الخاص بلاعبي النادي الأهلي وأيضا الجهاز الفني. هيكون في أيضا المحاضرة الأخيرة واللي هيعلن فيها كابتن حسام البدري عن التشكيل اللي هيبتدي بيه هذه المباراة. المحاضرة هتكون في تمام الساعة 4:15 عصرا، وقت مبكر شوية، واضح إن هي هتكون محاضرة طويلة، خصوصا إن التحرك هيكون في تمام الساعة 5 مساء في اتجاه الفريق لملعب استاد القاهرة، عشان يوصل الفريق قبل 1:30 بالتحديد من بداية وانطلاق هذه المباراة. لكن أمير عايز أسألك على حالة اللعيبة، يعني أنت شايف الحالة النفسية بالنسبة لعيبة النادي الأهلي؟ في تركيز، في مبسوط، يعني في حالة انبساط. الحالة النفسية دي بتفرق مع الجماهير. ما انا لسه كنت هقول لك دلوقتي يا محمد، الحاله بالنسبه للاعبي النادي الاهلي الذهنيه والتركيز واضح جدا بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. يعني النهارده هم نازلين سواء على الفطار او على الغداء، في تركيز على وجوههم، بس برضو في ارتياحيه عند لاعبي النادي الاهلي، واضحه على وجوه لاعبي النادي الاهلي، ارتياحيه مصاحبه للتركيز الشديد قبل هذه المباراه المهمه. لكن خليني ايضا يا محمد اطمن جمهور النادي الاهلي على الحاله الطبيه لبعض لاعبي النادي الاهلي وامكانيه مشاركتهم في هذه المباراه. ابتدي معاك بمحمد الشناوي. محمد الشناوي جاهز بنسبة 100% لخوض مباراة القمة النهاردة، خصوصا ان احنا عارفين كان محمد الشناوي بيعاني من بعض الاجهاد في العضلة الضامة، لكن وضح خلاص خلال التدريبات، سواء امس، تدريب امس طبعا بالمناسبة كان سري جدا، وكان في ملعب المقاولين العرب، وكان في بعض الامور التكتيكية اللي استقر عليها كابتن حسام البدري بمناسبة طبعا مران الامس. لكن بالنسبة لحالة اللاعبين الشناوي جاهز خلاص بنسبة 100%. خلينا نتكلم بالتحديد عن سعد سمير. سعد سمير اكيد متميز، او في خلال الفترة دي جاهز بشكل كبير جدا ليخوض المباراه، لكن عايز اكد ان بنسبه كبيره كابتن حسام البدري مش هيبتدي بيه هذه المباراه، وهيبقى البدايه بكل من ايمن اشرف ورامي ربيعه في خط الدفاع. ده بالنسبه لسعد سمير. لكن سعد سمير بيتم تجهيزه بشكل اكبر لمباراه السوبر ان شاء الله، في حاله طبعا احتياج الجهاز الفني بقياده كابتن حسام لسعد سمير في هذه المباراه. لكن حسام عاشور وعبد الله السعيد، ايمن اشرف وايضا رامي ربيعه. حسام عاشور، ما انا بكمل معاك يا محمد، حسام عاشور طبعا خلاص جاهز بنسبه 100% ايضا ان هو يشارك في هذه المباراه. كنا عارفين ان حسام عاشور برده عنده بعض الاجهاد في العضله الضامه، لكن حسام عاشور اكيد عنصر مهم جدا هيعتمد عليه كابتن حسام البدري لخوض هذه المباراه. بشكل عام ما فيش غير حاله اصابه واحده بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، وهو محمد نجيب، واللي مش موجود في معسكر الفريق النهارده، ومحمد نجيب بيتم ايضا تجهيزه لما هو قادم من مباريات مع النادي الاهلي. الامور كلها ماشيه بشكل جيد. بمناسبه مران الامس يا محمد، وخليني اتكلم عليه سريعا، يمكن امبارح طبعا المران كان سري جدا وكان بعيد عن اعين كل الاعلاميين، فبالتالي كان في تدريبات مهمه جدا، هي تدريبات يمكن كانت خفيفه، لكن كان في تركيز تكتيكي واضح جدا من كابتن حسام البدري على بعض الجمل، خصوصا ان شكل فريق الزمالك مش هيكون معروف لكابتن حسام البدري بشكل كبير. طبعا اللاعبين اكيد معروفين لكابتن حسام البدري، لكن الاسلوب مش هيكون معروف بسبب طبعا تواجد مدير فني كبير وجيد طبعا زي كابتن ايهاب جلال المدير الفني الجديد لنادي الزمالك. لكن كابتن حسام البدري كان مركز
يركز على تنفيذ بعض الجمل التكتيكيه اللي يحاول يستغلها او يحاول يشتغل عليها خلال المباراه. بالمناسبه تالق في تدريبات الامس كل من علي معلول وعبد الله السعيد ووليد ازارو، ادوا تدريبات يمكن جيده جدا، وده خلاص ان هم ان شاء الله في حاله تركيز عاليه جدا جدا ان شاء الله لخوض هذا اللقاء، واللي اكيد يا محمد واكيد كل جمهور النادي الاهلي بيتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده عشان تكون خطوه مهمه وخطوه جديده نحو الحفاظ على بطوله الدوري الممتاز هذا الموسم، ولا سيما ان مباراه الاهلي والزمالك هي اكيد بتبقى دافع معنوي ودافع مهم جدا قبل مباراه السوبر، طبعا مباراه المصري في السوبر المصري واللي هتقام في الامارات، واللي ان شاء الله نتمنى ايضا النادي الاهلي يقدر يفوز بهذه البطوله ويرجعها ان شاء الله ايضا لدولاب بطولات النادي الاهلي. يا محمد لو في اي استفسار اتفضل انا معاك. بشكرك زميلنا أمير هشام من مقر إقامة النادي الأهلي ومعسكره قبل التوجه إلى ملعب المباراة.